اللي حاصل هو المفروض ما يكونش موجود عشان تبقى بيني لا لا ما لا ما لا هو يعني قصده يعني مش ابني. انا عارف انا عارف العلاقه دي الى اي مدى هي احنا عارفين الثقه. بعدين ده على فكره يعني قرب من الله خلاص لله الحمد لله الحمد لله يا رب. فطلع فتاح شخصيه الحقيقه احنا يعني بنعتبره من الاسس اللي ما حضرتك الدراع الاساسيه طبعا مش هنقول دراع يمين لكن دراع كتير يعني ده من زمان يعني انا حاطط عيني عليه وهو لسه واضح. كاسيتك برضه قدم كاسيتك مشير النتيجه ما تتغيرش لان دي اذا حصلت ليس لها من دون الله كاشفه. الموجه اللي موجوده موجه اضرام نيران لمن لا يقدر المسؤوليه. انا لا اتمنى هذا ولا اريده ولا اوافق عليه. عايزك تاخد بالك من ان لو حصل ويعني حاولت انها تضرم النار في البلد دي هتبقى مصيبه على البلد وعلينا. هي دي عشان كده عايزك تاخد بالك عشان كده بس خد بالك وخليهم مفيش داعي للحاجات دي. انا بس انا اقول لحضرتك انه التصرف اللي موجود الشعور اللي موجود شعور تلقائي شعب وليس مخطط. لا ما في تخطيط معلش. النقطه الثانيه هو انعقاد مجلس الشعب. انعقاد مجلس الشعب انا ما اقدرش اعمل معلش انا اصرحك القاضي انعقاد هل انا اقدر اعمل حاجه دلوقتي في مجلس الشعب؟ حضرتك اعمل ايه؟ تلغي. لا انا ما اقدرش الغي معلش مع احترامي. ليه؟ ليس من سلطتي ان انا الغي القرار. لا هو انت حضرتك اللي اصدرت القرار مش انا اللي اصدرت القرار. لا القرار قرار ده قرار محكمه. القرار لا ده حكم محكمه لا ده التنفيذ ده حاجه والقرار بس معلش انا برضو بصرحك استمع الي بس ما انا اساسا استمعت اليك والله اخوك الصغير الموضوع ده انا غير قادر على بس ما نجيش يوم من الايام بعد يومين ثلاثه اربعه نقول انه احنا ضيعنا فرصه. امال اعمل ايه؟ هو انا هطلع قرار اعمل ايه؟ ما انا هلغي حكم المحكمه. لا انا ما اقدرش احكم مع احترامي حكم المحكمه هيتطبق ست مشاكل. انا بقول لحضرتك ولكن هيتطبق بطريقه يتفق عليها في المرحله اللاحقه. يعني ايه؟ بقول لحضرتك احنا لو انا اقترحت اقتراح واضح احنا قدامنا منفذ اثنين ثلاثه. المنفذ الاولاني ان يتلغي القرار ودي مساله مش سهله. الحاجة الثانية إن الموضوع يحال إلى الفتوى والتشريع ياخد فيه بعض الوقت لغاية ما يقول رأي. يا محمد بيه ده أنا طيب مش أنا بس وأنا لو جمعت دلوقتي المجلس وعرضت عليهم ما فيش حد هيوافق عليا. الموضوع ده ما مش مقبول معلش. إذا استشعر الناس زي ما أنا بقول إن سدت كل المنافذ ناس مين؟ الشعب الناس اللي احنا عايشين معاهم الناس مش الشعب. انتوا برضه ما تاخدوش الفئه من الشعب اللي هي ما تشوفوا الشعب كله بيقول ايه؟ ما احنا شايفين اسمع كلامي ما احنا شايفين لا الشعب شايفين. معظم الشعب بيقول كلام تاني خالص احنا شايفين معظم الشعب بيقول كلام تاني خالص. النتيجه اذا تغيرت يا سياده البشير مين اللي قال انها هتتغير؟ سيؤدي هذا انا بقول لحضرتك مش يمكن سيؤدي هذا الى حالة من الاضطراب لا نعرف إلى أي مدى ستزل غير النتيجة. أنا بقول لحضرتك سيؤدي إلى اضطرابات ساعتها ولنا ولا أنتم هتقدروا تمنعوها. ستتوجه الاضطرابات إلينا ستمثل خطر حقيقي غير 11 فبراير. أنا أرصد الواقع لحضرتك. أنا لك ناصح أمين.